السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معايا، أنا دكتور محمد الهيتمي، أخصائي جراحة التجميل وأنحة القوام. يا ريت بس نفعل جرس التنبيهات ونشترك في القناة عشان يوصل لكم جديد من فيديوهاتنا أول بأول. النهاردة إن شاء الله هجاوب معاكم السؤال اللي بنتسأله كتير، إيه هي تكلفة عمليات شفط الدهون وعمليات التسدي؟ وليه لما إحنا بنسألك يا دكتور عن سعر عملية تسدي درجة تانية، درجة تالتة، درجة رابعة، أو شفط دهون البطن أو الأرداف أو شد البطن أو تظهر العملية إيه، بتقول لنا كلموني على الواتساب، ليه مفيش شفافية، ليه ما أنتش صريح وبتقول سعر العملية كذا؟ وجهة نظري في الموضوع إن أنا مش ببيع سلعة، يعني أنا مش ببيع سيارة بقول لك السيارة دي بكذا، أنا مش ببيع مية إزازة المية دي بكذا. إحنا بنعمل عملية، كل حالة يا شباب بتكون مختلفة اختلاف سواء كلي او جزئي عن الحالة التانية. مين اللي بيقيم درجة الاختلاف ده؟ هو انا. مين اللي بيقيم مجهوده وبيقيم الوقت والمجهود والمستهلكات وكل الحاجات اللي بتتحط للحالة؟ هو انا، وبناء عليه انا اللي لازم اشوف الحالة وانا اللي لازم اقول ان الحالة دي هتتكلف 1000 جنيه، الحالة دي هتتكلف 1000 ريال، الحالة دي هتتكلف 10، بناء على اللي انا بشوفه للحالة. دي نقطة. النقطة التانية هي اختلافات أو طلبات من الحالة نفسها، بمعنى إن في بعض الحالات خصوصا الإخوة اللي بيشرفونا من بره مصر بيقول لي أنا عايز أقعد في المستشفى 3 أيام، أنا عايز أقعد في المستشفى 5 أيام، أنا عايز فندق بره المستشفى أطلع أقعد فيه، أنا عايز سيارة في انتظاري من المطار للمستشفى ومن المستشفى للمطار، أنا عايز حضرتك تجيب لي مشد ومشد احتياطي أخده معايا وأنا مسافر، أنا عايز حضرتك تجيب لي العلاج، أنا عايز كذا، أنا عايز كذا. ممكن واحد تاني يقول لي لا انا عندي مكان هقيم فيه في طنطا، انا عندي شقه، انا عندي في مصر اصدقاء هقعد عندهم، انا عندي سياره بسواق هياخدني من المطار لغايه هنا، انا مش عايز ده. وبالتالي مش هينفع ان انا اثبت سعر معين واحطه لكل الناس. مش هينفع واحده ست مثلا عايزه تشفط بطنها وزنها 70 كيلو، واحده ست تانيه مع احترامي وزنها 110 كيلو، هل هيبقى دي شفط البطن دي هتدفع قد دي؟ مستحيل. يا اما هحط مثلا رقم 7000 جنيه او 8000 جنيه مصري كمثال، هيبقى كتير قوي على الست اللي وزنها 7.5 وهيبقى قليل قوي على الست اللي وزنها 100 كيلو. يبقى اذا لو واحده ست تقول لي يا دكتور شفط البطن هيتكلف كام؟ هقول لها ابعتي لي صوره البطن بحيث ان انا اشوفها واقيم، اشوف هل محتاج معاها الجوانب؟ هل محتاج معاها الظهر ولا لا؟ لو محتاجه الجوانب والظهر هيبقى تكلفتها اعلى من ان انا اعمل البطن بس، وهكذا. اذا حتة التكلفة ليه بنقول هنرد على الخاص او هنرد على الواتساب؟ لاعتبارات كتير جدا، الهدف النهائي منها هو اننا نوصل بسعر عادل ومناسب للتكلفة او للعملية او الاجراء اللي حضرتك هتاخده. احب اطمنكم ان الاسعار في المتناول جدا، وان انا سياستي ان انا احاول اوصل لسعر عادل. السعر ده بنوزعه على المستشفى وعلى الاقامة وعلى التخدير وعلى المستهلكات، وان احنا بنشتغل بمستهلكات ممتازة، ولو هنشتغل بأجهزة سواء المايكرو اير او سواء الفيزر نجيب احدث جهاز وبرضه بيكون بتكلفة معقولة جدا. اتمنى ان انا اكون سريعا وضحت لكم النقطة ديت، ولو في اي اسئلة تحت امركم اشوفكم على خير.